نظمت جمعية نوميديا للثقافة والحوار بفنلو الهولندية وبتنسيق مع جمعية أوفنباخ بألمانيا يوما احتفاليا تخللته مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية. خلال هذا اليوم تم تكريم وجهين رياضيين معروفين من مدينة الناظور وهم عبد الخالق الإدريسي وعبد القادر بولحفة، لاعبين سابقين لعدة أندية مغربية منها هلال الناظور وفتح الرياض الناظوري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الإدريسي عبد الخالق، أنا لاعب سابق في فتح الرياض الناظوري ومدرب سابق أيضا. قينا نهار هادي في اللو بدعوة من جمعية أوفنباخ لتنمية البشرية وجمعية نوميديا لحوار الثقافات. المناسبة تشكرت نطاس الالتفات ديكين اجن الالتفات توا عمص والتراجيخت يعني من شنو اجن تورجيت. اكرر تشكرتي نويا الطاس، تشكر الطاس مرة الاخواني يحضر نهار داكين غدي ديال العور سوا. موز بعد عباخ الفرح انه عياد دينيغ وزما غادي نير مره ميرسا دينيغ. المهم نشفرح غطاس وتشكرت نطاس وتمنى ان شاء الله يعدو كل شيء مليح. والسلام عليكم ورحمه الله. والصلاة والسلام على رسول الله. بولحفة عبد القادر لاعب الهلال النظر دي الثمانينات. المهم نوصل نحضر دي تتي دي مقابلة تكريمية اكل الاخ النغد يوسين زين النظر الادريسي عبد الخالق لاعب الفتح النظر سابقا. الاخ النغد جن اخذ وقاج العظم قران من غينيغ الا تشكاغ جمعية نوميديا الجمعية اوفنباخ يكين تكريمة اذا غادي استدعان باش اذا غادي تكرم دي النهار هذا مقران. بالمناسبة تشكر الاخوان مارد يوسين كي يحضان وسين الاخوان زي النرويج زي اسبانيا زي بلجيكا زي المانيا زي هولندا. المهم باش كي نحضر حتى زي المغرب وسين نتمنى غنسعدوا جن هذا ضم قران باش نشكى مرة الإخوان يقصح خانق باش نداري جن جن. المهم نتمنى غادي يعدوا جن هذا سبحان. السلام عليكم. اسمي نوش قاري إدريس بالله، لاعب سابق نهضة الناظور، لاعب سابق فريق هلال الناظوري، تمثل الجمعية أوفنباخ للتنمية البشرية. مشي ندير المجموعة أنا حرامت وأنا راه شامة جرانا. المهم نتفق نأسس الجمعية خيرية نتك شويه الخير نشي نواد تجيبو غنرشا المساعدة تزيد دولان من مالنا الخاص نسمونا شويه حرامون باش نعاون شويه المساكين ديال الناظور. المهم ديال الاقليم من الناظور النهار قانوس داغت مدينه نفيلو غنغيش نتكريم نشتناني من دوكانا لاصدقائنا السي عبد الخالق الادريسي لاعب الفتح سابقا، السي عبد القادر بولحفة لاعب الهلال سابقا. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. السلام عليكم. مازول ثقدا ومارا يثمثنق ذي ثماث المغرب نهارا السان غان غجم مغار يمغار مونن ذي سمارا يمرار نيل عاب نتشم ودار إيران ذي ذي النظر كإذي إقليم نظر مرة. المؤسسة المؤسسة النوميدية للثقافة والحوار سمون درخطو أسقوا سويس ثلاثة نسمون إلى عابنا باش هدمون نتقج اللقاء الرياضي وزي صلة الرحيم جار إمدوكار نغ مارا لا ذي ثمورة الخارج لا إني ذي المغرب. وسلمونا سبايا نتشكر مارا إلى عابني غانغ ديوسين لازي المغرب اثنين ديوسين زي المغرب ثم ثلاثة حافظ فوركون خلق الإدريسي وسمير بوعرورو وذانو سند إسبانيا وذانو سند زي فرانكفورت وذانو سند زي فرنسا وذانو سند زي بلجيك وذانو سند زي النرويج مارينا وسند ذا أضحضان بشكل غيرين قرارة أمقران تقدق نوس وطاس. بارك الله فيكم. السلام عليكم الاخوان. زول خاوم اجون نسرام ضم قران زيرات جامور كيدوم نور الدين قشار. نور الدين قشار العابني قديم من هلال الناظور نهار ما مشت ورام فوربو قيس شواسي حرام يقدم من النظار كمرن يلعب نفتح الناظوري امل العروي الدريوش ميدار التصن حرام يدي مون نهار المود دق جمهور باش يجن تكريم الاخوان قنشنا وسلم عبر القدا بولحفه العاب الهلال قديم ديال
4e première division تصعب الخلق الادريسي الفتح الناظوري نش نهار مشتوار مويا ضغبوا الروض بركي هرشغ وتجيبوا مليح دي صحتين وباش هذه راه غير شي حاجه المشكل ديك خسان ديك ضان سوينو عراق بارتي ضا مزوارو كيبوينو يراكيش كيبو نغنينا ربح سبيلارتيات رخو ترجعاني راه الفينال حرام انت راه تخافي وهذا الشيء هذا السيورغ المهم مي حرام راه تخافي هذا السيورغ دي 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 الاذاعه 24 ياك ايوا نهار معروض دا غاري الوقت يجي تسعة تخمي المرقى دي 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 الاجتماع يغن كواني واني ومنسي ان شاء الله واني غنكمل الدوريه واني تا نهار غاري يجي الوقت عارض نادي حرمن وكشي ناير وقت هاد السيور خي يجي المشروع تناقش خطا كاي التوزينه كاي حرمن الشباب ميدار دي تيرين ديال المهجر توغنس كا خاص يجي الاجتماع دي دي شهر دي نهار 5 دي مارس اخر المدرسه الرياضيه غنكون ان شاء الله تعاود غوارا تعاود ختام ديث لان الاخوان داني تيلعب تيرينا قايم وسين داخل النرويج زي الدنمارك زي زي اسبانيا زي غليمان زي زي فرنسا زي المغرب هذا سمك شغ يجي الموجاز من خزان ان شاء الله دير وقت نغني رخو تواريخ الاذاعه قد توجد لاعب مخضرم اسد الريف عبد الوهاب بن خده هذا شغل الكلمه رخو تكتفي خصمانا يا قاوم تحية رياضية تحية كروية زهمات هولندا غا عرف النغي عزن أقا غا كيذو مسور أقا غا كيذو مس الأفكار النخ تحداج ما نغشينا قاغدا وكن توشا وكن توشا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمي الكريم بن خدا عبد الوهاب من قدماء لاعبي هلال الناظور الوداد البيضاوي المغرب التطواني اولمبيك خريبكا سلطنة عمان بالسلطنة العمانية. لعبت هنا في هولندا في الأقسام الرئيسية. على كل حال حضرنا اليوم لهذا العرس الرياضي اللي فيه الهدف الأول هو صلة الرحم بين اللاعبين اللي دازوا عبر ال 20 سنه او ال 25 سنه على فرق هلال الناظور الفتح الناظوري لاعبين من زنغان ولاعبين من زايو فاقليم ناظور اليوم اللاعبين ديال اقليم ناظور تجمعوا اليوم في هذا العرس الرياضي اللي نظمته مؤسسه اتحاد نوميديا ومؤسسه نوميديا ومؤسسه اوفنباخ. احنا بلد غني ان شاء الله بالوطنيه بروح الوطنيه فكنتمنى ان شاء الله حتى الناس المسؤولين ان شاء الله يسمعوا لهذا النداء هذا ويقوموا بالواجب الوطني ان شاء الله ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. فاللي كنطلب الله تعالى هو يهدي المسؤولين ديالنا باش يعاونوا الفقراء ديالنا ويعاونوا الناس الضعفاء ديالنا. على كل حال بن خدا تحية طيبة من بن خدا عبد الوهاب، تحية طيبة أخوية إسلامية إن شاء الله في سبيل الله، وكنتمنى أي مغربي وأي مسلم التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مراد يبقى حارس فتح الرياضي الناظوري سابقا والمنتخب المغربي الأولمبي المشارك في أولمبياد 2005 بالميريا. نهار نسد باش نشارك ثاني تاغ الاخ السي عبد الخالق الادريسي المدرب النغ الاستاذ النغ اعجبان غير حاره الطاس نشارك ثاني جن مقابله وديه تو غادي سجن فرح ثمغار نفاح التساكيس مره من غنيني ذي السي عبد الخالق وزمارس نكش من نزمار باش هذا تنيني ذي السي عبد الخالق الشهاده يتسمى ذي جن أستاذ ذي الأب ذي المدرب في نفس الوقت يعجبان غير حارة التاس نهار نوز نحضر نتاج الإخوان التاس تقوم به النظرية نوز نهار مسرقة ذاني تاز جمعة نغضي تاز جمعية نوميديا نشكاري التاس ذي ثواثا ونتمنى إن شاء الله مانيا ذي تكرر وذي تكرر وذي تكرر باش يلعب يقضي من المنسيين أذهان عوض غال زي جديد. السلام عليكم الإخوان أزول خوم ماران اسمي نقاني حسين ملوكا زي ثندينة مفلو نش أقيدي الجمعية المؤسسة نوميديا مؤسسة نوميديا يعني نقاس أوبريخت ذي 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 2004 شتا اتق مؤسسة نوميديا هو النشاط نهارا انقا النشاط خطر سنين شين تقيث يعني اسقوسا نقيثا كي جن جمعية زي اوفنباخ زغليمان نسمون دايس يلعب يقضي من الهلال ذي الفتح زي النظار ما حند انجيج العرس ضم قران ان شاء الله ويجن يوم يعدو مشتور يعدو ذا سبحان نيراديس الكرة ميراديس الكرة رخوان غسبعة ان شاء الله نبدا دي بروخرامة غنغيجن حفلة ان شاء الله ذيس منسي المنسوني وذاني غادي يوسيني نجيون وذيس عاود ثانية يجن جروب
ان انشط شويه مع يعني الاخوان واني راح حتى المسرحيه عاوتاني تصبحنت العبوسي بن عمار العبوسي بن خالد المهم نسير وحده. وبعد اجراء دوري في كره القدم أقامت الجمعية في المساء حفل تكريم لوجهين معروفين بإقليم الناظور سابقا، منهم عبد الخالق الإدريسي اللاعب السابق لفتح الناظور في الثمانينات والحاصل على شواهد تدريبية في المغرب والخارج. قد عبر السيد الإدريسي عن سعادته وشكره للمنظمين عن هذا التكريم. بالمناسبة نشكر الإخوان جمعية أوفنباخ إخوان مؤسسة النوميديا. نتمنى أنه التكريمة ديالي ديال الناظور، لأن الجيل ديال الناظور كانوا ضمن السن شاسنا غير لا جينيراسيون تقريبا ديال ميدو سينا وانا نغير عامير انا وانا. وشكرا مرة أخرى للحضور المرة. كما تم تكريم السيد عبد القادر بوحفة اللاعب السابق لهلال الناظور في الثمانينات والمقيم بالديار الهولندية، الذي كان من الجيل الذهبي لهلال الناظور والفريق الوطني حرف ألف. وبدوره شكر السيد بوحفة المنظمين لهذا اليوم التكريمي، معبرا عن سعادته للحضور بين إخوانه في هذه الأمسية الجميلة. قبلنا على الخباب الجمعية النوميديا الجمعية الأخبار هذا أخي كيشو تكريم مش الأخي نوح صبغت الآخر بدا يمغار مثلا تكريم يكين أمي كذيك الأخ عبد الخالق تو عايز خان غطاس أخوي عايز خان. في ختام هذا اليوم الحافل بالعديد من الأنشطة الثقافية والرياضية، قدمت فرقة موسيقية شبابية للحاضرين مجموعة من الأغاني الريفية الخالدة تفاعل معها الحاضرون. أو يطيب بورما أو تحفرت الحب